الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزى الله خيرا إخوتنا على ما بينوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج الحق الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن من أعظم فضل الله علينا ونحن نأتي إلى هذه الحلقات وليس لنا ما نخاطب به المجتمع السوداني إلا كم منبر، شوية منابر لا تبلغ حد التواتر، ومجموعة من الحلقات، ومع ذلك فقد شرق بها أهل البدع. والله الحمد لله، فهمت؟ تجي تتكلم في السوق العربي ولا في غيره، ناس كلها زعلانة، فهمت؟ الصوفي زعلان لأنه بنجيب الكتب بتاع شيخه وبيه الصورة بتاعته، فهمت؟ الأخ المسلم بكورك لأنه منهجه فاسد باطل بودي جهنم. الأخ مسلم بقيت أبو نارو، أبو دوشكا، أبو جين كلكي بنمسحك بالحق، فهمت الحاصل؟ كله باطل. السروري برضو في سرورية بيجوا بيكشفوا، فهمت؟ انت كسروري برضو بنكشفك هنا، تابع لصادق عبد الله، فهمت؟ تابع لسجم رماد، عبد الحي يوسف، كله عندنا. انت مهان وانت من اهل البدع، فهمت؟ ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالكلام فيك وفي شيخك الى ان تخرج ارواحنا من جسومنا باذن الله، فهمت الحاصل؟ ده المنهج بتاعنا نحن، كشف لاهل البدع. اصلا نحن ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله نسأل الله ان يثبتنا جميعا، بقانا بس قاعدين للعطالة دي، الحمد لله. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، فهمت؟ ولا يعلمون من فضل الله. والبلد ما بتمش الا ببيان الحق، اصل لولا ما بتنفع، يا ده حق نمش معاه يا باطل نجتنبه، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ليميز الخبيث من الطيب، وربنا قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أصل الدين ما فيه لعب، ممكن في الدنيا، في الشغل، في غيره من الأمور التي لا ترقى إلى مستوى الإسلام والدين ممكن تلعب، فهمت؟ معلش، أما في أمر الإسلام وأمر الدين نحن دل ما عندنا روحين، والله ما حل ما توديني الجنة ولا 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 بضيع مع زمني. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أتكلم في أي منهج ما يوافق المنهج السلفي الذي أعتقده أنه لا سبيل إلى دخول الجنة إلا عبر هذا المنهج، فهمت؟ وهنا عشان ما يجيك واحد بعد الحلقة تنتهي يجيك عطالة من الدراويش، واحد يكون ماسك لعدد فكت منه، واحد الحلقة ما ريحته يجيك بعد الحلقة يقول لك: شايف، دخلوا نفسهم الجنة ومرقوا الناس للنار. انت ما فاهم الحاصل. انا بتكلم عن منهج. المنهج ده عبارة عن تفاصيل بأدلة، مسائل بأدلة في العقيدة وفي الاتباع وفي الأخلاق وفي غيره. الإنسان إذا التزم بها ده نحسبه أنه على المنهج ونرجو له الخير، فهمت؟ لكن عشان أنا أجي أقول لك نحن الآن منهجنا سلفي، لكن هل أنا في الجنة ولا في النار؟ ما أعرف. أخواننا اللي بيتكلموا هنا ديل في الجنة ولا في النار ما عارفين، لكن منهجنا ده بالناظر به، أي بشر يمشي على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يطير صوفي بنقبضه من الجو وننتهي لك منه إن شاء الله، فهمت؟ ده المنهج كده. فلازم نبين للناس الإسلام الصحيح النقي الواضح الذي طارت فيه رؤوس أشرف الناس الصحابة. صحابة جابوا الدين ده نقي واضح، لو انت مغمض بتشوفه يجي العوبه وصوفيه ونخليهم، ويجيك اخو مسلم يقول لك لملموها. يا زول انت شغال معي انا ولا انا شغال معك؟ ما بلمه، انا دار فرتقه عشان يظل يلقط الباطل بتاعه يفوت به بعيد، فهمت الحاصل؟ ده المنهج الحق.
ده المنهج الحق اللي بنعرفه نحن. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والكلام الحار بتاعنا ده ما بتلقاه في أي مكان أو في أي حلقة من الحلقات الشغالة الليلة، فهمت؟ حتى في ناس متمسحين بمنهج السلف، أبو خملان وأبو ما عارف ليك مين كده، شنباتان، فهمت؟ ده كلهم ده العطالة ساكت، يقول لك أنتوا ما تشتغلوا بالطريقة دي، كده أنتوا الناس بينفروا من الحق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا الآن بتكلم في عقائد ناس مجرمين أخذوا حق الله سبحانه وتعالى. ده الكتاب بتاع البرعي، فهمت؟ الكتاب بتاع البرعي هنا الصفحة رقم 212 در الصفحة رقم 212 قال الشيخ المجاهد. أيوة يا أخواننا، الزول بيفرح للحق ويكبر للحق. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، قال فكبرنا، فهمت؟ فده من الدين ذاته. طيب قال بيتكلم عن أبو الشيخ، ده شيخك البرعي، وده الإصدارات الأسباط، هذا للتلفون. دائما أنا قاعد أذكر للناس التلفون، تمجد معي ما أعرف ليك محل تحويل الرصيد بيجاي أسأل أي زول متكيف من الحلقة ولا جيب جنيهين بيحولوا لك طوارئ، أكتب الرقم عندك طبعوهم وكتبوا الرقم برا وأنا أجي أدسها، فهمت؟ صفحة قال الرقم 0923-52-152، لو لقيته مقفول خش الرقم الثاني 0922-41-35، لو ما عندك خش بالنت قال لك e-mail@hotmail.com، فهمت؟ بأي محل بتخش قول لهم الكتاب ده حقكم ولا ما حقكم. وجوه هنا دي الفاتورة بتاعت الدار السودانية للكتب، فهمت؟ مختوم. انت بتلعب تقول لك بنتكلم ساي، هذا للكتاب مختوم، دار السودانية بيجاي، تفتح من الساعة 10 لغاية الساعة 4، فهمت؟ وبجامعة مستقبل وغيره. أنا إحنا ده ما بهمنا، أنا لقيت الفاتورة دي تاني موضوع يتحل الحمد لله، فهمت؟ بعد ده تاني أهل البدع تورطوا والله إلا تقول تبت، لكن ما بنخليك. إحنا عليك من الصابونة بتاعت لوكس، أنت ما عارف والله ما نخليك أصلا، كل مرة نجي نتكلم عنه. طيب قال بيتكلم عن الشيخ، بيتكلم عن الشيخ وإنه عنده كرامات، قال إنه أنفق ماله سرا وجهرا وليلا والنهار والله شاهد، وعلمه الكريم علم الحقيقة وعلم الغيب مع علم المعاهد. ده بيتكلم قال شيخه البرعي، قال ربنا سبحانه وتعالى علموا علم الحقيقة. أي زول بكورك بره يا أخواننا ما تشتغلوا بهم، لأنه هل هو كتب الكتاب؟ لا. هل هو طبع الكتاب؟ لا. هو عارف الكتاب ذاته؟ لا. زول مسكين ساكت خليه يسمع وإن شاء الله بيستفيد، فهمت؟ قال إنه علم علم الحقيقة. علم الحقيقة عند الشيخ البرعي أنك تصل إلى درجة الإله، فهمت؟ وتصل إلى درجة تسقط عنك جميع التكاليف. عشان كده هنا في الكتاب ده مدح واحد اسمه الحلاج، انه الحلاج ده عبد ربنا سبحانه وتعالى لغاية ما حصل مرحلة سقطت عنه التكاليف، ولغاية ما حصل الى مرحلة انه هو الله سبحانه وتعالى وتنزه، فهمت؟ قاعد جوا الكتاب ده قال وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت ودقت على لون من الطاسي، فهمت؟ إلى أن يقول قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي. قال معبودكم أنا وضعت قدمي بفوق له. قال يا له من عارف كاسي، قال ومن قائل خضنا بحارا وقفت في ساحل منه رسل هم سادة الناس. والكلام الذكر البرعدة قالوا أبو يزيد البسطامي، قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. يعني إحنا وقفنا وخشينا محلات من العلم ما عرفوا، حتى الأنبياء ذاتهم ما عرفوا. دير الصوفية قالوا كده، عشان كده بتلقى في كلام الأوائل زي ناس ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من الصوفية
البدافع عنهم البرعي يقول لك إنما التوحيد في كلامنا والقرآن كله شرك. وقد ذكر هذه العبارة أيضا الإمام العلامة ابن الجوزي في تلبيس إبليس. ده المنهج بتاع الصوفية، ده علم الحقيقة الذي يمدحه البرعي. يقول لك أنتوا عندكم علم الظاهر، ونحن أهل الله عندنا علم الباطن. عشان كده يقول لك الأولياء ما تنكر عليهم، الأولياء ديل قد يروا ما في اللوح المحفوظ، الأولياء قد يطيروا في الهواء، الأولياء قد يصلوا في مكة زي ما قال بتاع القادرية، وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. قال بيمشي يصلي أسيري مثلا زي الوقت ده، بعد شوية لما تأذن انت بتمشي تصلي بجاي، ولا تصلي مع الجماعة هنا، فهمت؟ ولا غيره من الناس تمشي تدخلهم. الأولياء الصوفية عندهم انه عادي الولي بصلي في مكة وبيجي راجع، والشيخ كذاب ساكت، الشيخ بخش التقابة بتاعته يقول لك من التقابة بيمشي مكة، دي مطار الخرطوم الدولي الخلوة بتاعته دي، فهمت؟ ما بصلي يا زول، ده ما قاعد يصلي، كذاب داري غشك، وانت تقوم تصدق الشيخ انه الشيخ قاعد يصلي في مكة وهو تارك للصلاة. نحن عندنا الراجل اللي ما بيجي يصلي في الجماعة، مش بيصلي براه في البيت، صلي في الجماعة. إما يكون عنده عذر بمرض ونحوه وإعياء شديد، وإما أن يكون منافقا. أما الزول المسلم الصحيح ما بيجي، تجي يا زول مالك؟ يقول لك أنا بصلي في مكة. يا زول ما بتجي صلاة الجماعة عشان نديك عذر، يا تبقى عيان يا تبقى حائط، اختار لك واحد من الاثنين يا شيخ، لكن تقعد جوا والله يديم الأعذار كده، أنت قايل شنو؟ أو تكون نفساء وكده. لكن إذا أنت قلت ولي لله وبتعلم الناس، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام ما خلى الصلاة، فهمت؟ حتى جاء حمله العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى صلى بالناس، وكان يقوم ويغمى عليه ثم يسكى فيه الماء عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم فيغمى عليه ثم يسكى فيه الماء أكثر من 4 أو 5 مرات. ليه؟ لأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان مهما بلغ أعظم المراحل وأعظم المقامات. ولذلك يا أخواننا الدين بتاع الصوفية ده ما دين ربنا سبحانه وتعالى نزل. هنا برضو واحد من أخواننا جزاه الله خير جاب لي حجاب، هنا جايبين فوقه شاش، ده طبعا بيكون فوقه واحد من النجاسات القطن ده، كون جايبينه من مستشفى الدايات ولا حاجة، ما ده بيكتبه والقرآن انت قال يقول لك واحد يقول لك أنا عندي هاي دي بيكتبه بالنجاسات، فهمت؟ ده دين الصوفية. في سلفي بيكتب كلام زي ده؟ القرآن تكتبه في حاجة زي دي؟ عين عليك الله، ده قال القرآن، فهمت؟ ده شنو داس؟ ها؟ ده القرآن؟ ده دين الصوفية، ده دين ناس حميدة بصلعة والليلة ماله ما جا، ها؟ ما قال بيجي ماله ما جا، فهمت؟ ما بتقدر يا زول، قال هنا الحلقة دي الناس الدعاة هنا بيجي بيتكلموا ما دارين الأجر إلا من الله، وده طوالي كل ما تنتهي الحلقة بتاعته يقول لهم يا أخواننا 15,000 الوهابية كتروا، طيب ما ادوك 15,000 المرة اللي فاتت مالك؟ غش الجماعة بتاعينه، قال لهم يا أخواننا والله العربية دايرة سرنديل وحصلت هنا كيف؟ حولتها بالبلوتوز ولا شنو؟ فهمت؟ هوس وأكل أموال الناس بالباطل، قال ده قال بيمنعك من ناس الجيش، والناجت فهمت؟ الحجاب ده تعال ركبه خليك من ناس الجيش، أنا بجيب أنط لك في رقبتك خليه مرقك مني أنا. يا أخواننا ده دين، فهمت؟ ولذلك يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لا تباري أنصار سنة ولا نحن عندنا جماعة ولا تباري أخوان مسلمين ولا أنصار مهدي ولا غيرهم من الفرق الموجودة الآن، كن على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو يوم القيامة. أقدم أخونا الشيخ مزمل الفقيري فليتقدم مجزيا مشكور.